عشان تستريح في التسامح، ألا تحكم على نوايا الناس. التصرف السيء اللي بيصيبك بتظن إن هو بيأذيك وبتعتقد بأخلاقك، وأنت بتنسى التصرف خالص وتقعد تتذكر في ذهنك الحب، هو كان يقصد يهني، هو كان يقصد يضحك عليا الناس، وتعيش مع هذا الحكم طول حياتك، وتحلم من داخلك ممكن تصل لمرحلة الدخانة وانت متألم طول حياتك. والموقف بسيط، ألا تحكم على نوايا الناس. الأمر الثاني، الأمر الثالث، سعام الأخواني صف الثاني عشر ما بيتابعوش معانا. الأمر الثالث ان دائما وابدا لما تطلق التسامح لا تطلقه وانت بداخلك غلطان، تقولش انا سامحت خلاص وانت عمال تغني من الداخل او تصلي كده عليها اللهم شوف اركان. انت اطلقت التسامح وسمحت، التسامح شباب هو قرار خذه واستريح. ان شاء الله الناس استفادوا من هذا الشيء. فاصل ونواصل. يجمع فيها أخطاء الناس، اعتذروا عنها أو لم يعتذروا.
السلبية اللي انت بتراها بما فيها مواقف إيجابية. ابحث عنها. في قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما جب وكل ما انتهى حتى مع غيرهم انتهى، ابدأ صفحة جديدة كل يوم واستعد. ألا تحبون إن الآية بتنزل عليك بترجع من قلبك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عش مع هذه اللحظة شكرا لكم. ومن باب الرقي الذي تعلمناه في بيوتنا أقدم اعتذاري لخالد تايب وثانية عن الموقف المحرج الذي تعرضوا له، وأنا أثمن الجهود اللي بذلوها في أداءه. وفكروا إنهم عايزين يقدموا التسامح بطريقة راقية، وبعض الأسئلة عند الطلاب اللي هم مش قادرين يسامحوا، فأعدوها وعرضوا الموضوع، وأنا رحبت بهذا الأمر. فأنا أعتذر الاعتذار شديد، ومستر عمرو يعني مدرسة مهما مدرسة عريقة فيها كل من وطئ الصدر. أرأيت لو بقت علينا وحدنا؟ إحنا نرحب بأي، أنا كشخصيا أي شيء سأدعمه إذا كان إيجابي. أشكر لكم وأشكر الإعلام الصغير خالد ديالي.